أربعة شارع شريف. رجعنا لكم مرة تانية. أي حد عنده سؤال استفسار ابعته لنا على صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف. وبما إنه يوم الخميس مخصص للصناعة المصرية والديزاينرز المصريين اللي بيعملوا حاجات حلوة بكواليتي عالية جودة عالية وتكون مختلفة، أي حد شايف إن هو بيصنع حاجة كويسة تستاهل التصدير وتستاهل إنها تطلع في التلفزيون الناس تشوفها، ابعتوا لنا صور منتجاتكم على برضه صفحتنا على الفيسبوك 4 شارع شريف لو سمحتوا. اللي عايز يتواصل معايا أنا شخصيا أهلا وسهلا بيه على انستجرام شريف مدكور تي في. عندنا النهاردة أكل بحبه، مقلورة عنب أنا بموت فيه بصراحة. أي نعم بحبه من غير الكوارع، بس هي النهاردة أميرة لازم أضايق. إزاي؟ الحمد لله. بصي أنا هقول لك على حاجة. قولي. لما تيجي ترصي هفهمك. ماشي. الظاهر محدش قال لك الموضوع ده. طيب. أول مرة تعملي ورق عنب ولا إيه؟ غالبا. تعالي هنا أهوتي عاملة إيه اشرحي لنا الأول. أنا عاملة طاجن ورق عنب بالكوارع. كوارع مخلية. وعاملة سلطة الزبادي بالخيار والجزر. وعاملة مهلبية كراميل. صراحة الأكل شكله فيري ديليشيس. وريحته تحفة. أه. هو أنا الوقت متأخر كان زماني كلت، بس يعني الساعة كام؟ احنا بنصور الحلقات بالليل عشان كده يعني. طيب انت جاهزه؟ جاهزه. مقادير ايه؟ هنبدا بورق العنب. يلا مقادير يا اولاد. ورق عنب بالكوارع، كارع مسلوق ومخلي، نص كيلو ورق عنب. للخلطه 2 بصله كبيره مفرومه، نص كيلو عصير طماطم، 2 معلقه كبيره صلصه طماطم، نص كيلو رز، حزمه شبت وحزمه بقدونس وحزمه كزبره، طبعا 3 مفرومين، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره كزبره ناشفه، معلقه صغيره بهارات مشكله، معلقه صغيره بن قهوه. وهقول دلوقتي ليه قهوه دي فكرتي. ايوه ما انت قلت لي جربيها وانا بسمع كلامك. طلعت حلوه؟ اه حلو. معلقه صغيره نعناع مجفف مطحون، رصه الطاجن بقى طماطم حلقات وبصل حلقات ومرقه الكوارع اللي هنسقي بيها وميه مغليه عشان لو مش عايزين نحط مرقه بس، وربع كوبايه عصير ليمون وزيت وملح وفلفل. ماشي خلاويص هنبدا دلوقتي. انا هنا البصله عشان بس إيه؟ الوقت يعني. بحط السكريبت عشان ما يبقاش على الكاونتر. هتعملي ايه بقى؟ هجيب البصل الاول لما اطوله الاول، ربنا يسهل وقته. شبي بقى. احنا مش كنا بنحط لها البتاع اللي تقف عليه؟ شلتوها لي ليه؟ ليه شلتوها لي صحيح؟ ليه؟ بتعملوا فيا كده ليه؟ المهم ان انا جوزك قال لنا نشيلها. بنتي قالت لي جوزك اللي قال لنا كده على ده كان فرحان قوي وانا مش لابسه كعب والله. قال لنا بقى شو عشان ايه تلبس كعب عشان تعذبوه. عايز اعذبك مالناش دعوه. وجايه بيه النهارده بنتي قالت لي يا ماما انت واخده ليه ما هم حاطين الخشب؟ قلت لها يا ماما لازم اعمل حسابي، افرضي شالوها، افرضي باظت، افرضي جرى لها حاجه. صح كده. مش هبقى باينه من ورا من ورا الكاونتر. انا اللي بقول اهو، انا اللي بقول. ماشي. حطيت الزيت والبصل هنا انا مشوحاه نص تشويحه. وهو دبلان بس وانا مش عايزاه ياخد لون ولا حاجه، يعني حتى اللي في البيت هيعمله هيخليه الدرجه دي، هيبقى شفاف بس. تمام. واحط عليه ملح وفلفل واحط عليه كل حاجه، ملح وفلفل بس يعني مش بيت البهارات دي. طماطم معصوره انا عاملكم في الوق ده عشان تشوفوا، ودي صلصه طماطم هاخد بس نصها واخلي النص الثاني للمرقه اللي هسقي بيها. البصل لما ميبقاش مستوي وواخد لون بيدي طعم كده مسكر قوي في المحشي، بيبقى حلو جدا غير اما بنسويه ويبقى اصفر او بياخد لون غامق. تمام. احط بقى البهارات بتاعتي دي، كمون ودي كزبره ناشفه. صعبت عليا. تعالوا كده طايله بجد. اه فعلا. ودي البن ده، البن ده يا جماعه شريف اللي نصحني بيه وانا جربته وطلع حلو فعلا، يعني قبل كده قال لي اعملي جربي تعملي ورق العنب بالقهوه بالبن المطحون. هو اي خلطه محشي او حشو محشي ممكن تحطوا عليه حق، والكرنب كمان بيبقى تحفه تحطوا عليه شويه معلقه قهوه. ده ايه ده؟ دي بهارات مشكله. المقادير اللي انا جايباها زي اللي انا قايلاها، بس هنا الكميه اقل عشان الوقت، فانا بحط البهارات اقل. ده نعناع مطحون ناشف او طازه اللي احنا عايزينه اللي موجود عندنا. اه انا ده ما بعمليش فيه لان هو بيبوظ طعم الاكل. نعناع ورق العنب النعناع نكهته قويه قوي فبيخلي ما بتحسيش بطعم الحاجه، بس انت حاطه قليل. انا مش حاطه كتير. لا ماشي. بص هنا عشان خاطر البصل مستوي فمش هتاخد وقت. بعد ما تستوي بقى نحط عليها الرز يغلي غلوه واحده بس معاه. هو تقريبا كده خلاص غلى اهو وبدا يطرطش عليا غرقني. احط الرز هقلب، والخضره مش بحطها على النار ابدا ولا في سخونيه، يعني يستحسن لو في البيت
هنعمل زي ما انا عامله كده ونسيبه شويه يبرد وبعد كده نحط الخضره، لان طول ما هي خضره بيبقى طعمها احلى وريحتها احلى، وبعدين نحط الخضره عليه. فانا هنا طبعا ما عندناش الاوبشن ده، فهحط كل الحاجات عليه دلوقتي. ايه ده؟ دي بقدونس ودي كزبره خضراء. مش ضروري اخر حبه دول خلاص، يعني احنا في التلفزيون هنا مش في البيت. يلا خلاص حطيتي بقدونس وكزبره خضراء وايه؟ وشبت؟ وشبت. ماشي. وهنقلب. ابتدى يجي لها عقده مني انا. لا عادي. اتعودت. عايزه ده؟ لا ده هحطه على هحطه على المرقه اللي هسقي بيها ورق العنب. ما بلاش. ريحته حلوه جدا. بصراحه ممكن نحط شويه ملح زياده عشان البصله. شاطره. انا مستحملك ليه؟ عشان شاطره. طب ليه كده؟ طيب الناس تقول علينا ايه دلوقتي؟ لا اهو انا لازم افضحكم كلكم. ملح وفلفل. طيب انت قلب على النهارده بقى ايه؟ جابت لي بنتها برضو جايه برضو هسيبهم في البيت الساعه 3 الصبح. لما لها شعرها ضفاير وشعرها فيه مربعات جوه وشعر البنت جميل، خدتها فكت لها كل الحاجات دي وسبت لها شعرها هيش قد كده. قلت لها ما تسمعيش كلام منطق، عايزه تنحل شعر بنتها. قلت لها ايه تاني؟ على المدرسه؟ انا ممكن اقول بس هتتلفت بنتك في المدرسه. لا بلاش. يعني المدرسات برضو سيبوا البنات شعرهم براحتهم، مش ضروري تقول لهم هي هتلبوا ديل حصان وخلاص. لو ديل حصان ما نفوش خلاص، ما هي البنت شعرها كده تعمل ايه؟ يعني البنت ربنا خلقها شعرها منفوش، لو عملته ضفائر وحاجات كتيره كده هيتنحل بالنسبه للمدرسات يعني. ليه؟ فسيبوهم بقى، ما هو ما بيبقاش منكوش كبير وخلاص، هيلموه نص لمه. قلبت خلاص تقليب. ايوه احطه إيه في بوله ولا ده هو نفس الحاجه بس هقلبه عشان يبقى سخن كده كله على بعضه. طب عايزه ايه دلوقتي انت؟ احطه في بوله ولا احشي من هنا مطاش؟ لا تحشي من هنا. تحطي بوله وتوسخي لنا بولات ليه؟ حاضر. عايزين نوفر في الميه وفي الصابون عشان نلحق نفاذي شويه. نشيل دول؟ لا ونوفر في الفلوس وفي استخدامات الحاجات اللي مش عارف ايه. انا موافقاك. ورينا بقى هتلفيه ازاي؟ اول حاجه الحله هحط فيها ده العنعنة. ما هي بقى دي حله غلط، دي مش حله راس ورق عنب. حله راس الورق العنب لازم تبقى اللي بيسموها حله شاورما، اللي هي بتبقى المونيا. وبتبقى ما ينفعش. هنقلبها ازاي؟ هنا تحت زي فوق، فلازم الحله من تحت تبقى اصغر وطالعه كده اهو. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان لما نرص ونيجي نقلب تتقلب صح. هي قلبته باظ الدنيا، فانا رحت اعمل التورته اللي هي انا عملتها دي او طاجن. لا انا مش عامل ورق عنب في الطاجن. ماشي. انا اول حلقه عملتها معاك بعد ما كنت هنا كان في طاجن وغطيت لها زي الفل، كان شكله حلو جدا. بصوا بقى، ده هنا ده فاتح وده غامق، ده ورق عنب بناتي وده مش بناتي. هو ده بس ده مش موسم ورق عنب. لا مش موسم، هو الموسم بتاعه خلص يعني، كان في الاواخر الاسبوع اللي فات واللي قبليه. والله دي المرق اللي هسقي بيها. فانا هنا عايزه اوريكم الفرق بين البناتي والعادي. ده طبعا بيبقى احلى جدا واطرى، بيبقى لونه فاتح اما بيتعمل. مش بناتي؟ بناتي طبعا. طبعا احلى. فانا هوريكم بقى بيتحش ازاي. أيوة. لا قبل ما اوريكم بيتحش ازاي ثانيه واحده بس. نحط بقى ايه في الحله تحت؟ هحط هنا ده على ايد ورق العنب اللي انا بعد ما سلقته بيتحط في ميه مغليه ودقيقتين وبعد كده بيتشال ويتشطف بميه بارده عشان ما يفضلش يكمل سوا. هحط العناقيد دي، العناقيد دي بتخليه في مزازه حلوه قوي كده. وهنحط حلقات البصل، وده اهم حاجه. بحب انا البصل في الاكل اصلا. وهحط الكوارع. مش هتحطي الطماطم؟ الطماطم على الوش وممكن من تحت. على الوش ازاي؟ هنقفل بيها ال الطماطم تحت. ممكن نحط تحت الكوارع دي بقى مسلوقه؟ الكوارع مسلوقه ومخليه. لا حطي لي شويه طماطم. حاضر. مسلوقه ومخليه. ماشي. اما بتتسلق بتقعد بتتسلق عادي بورق لورا. في ورق عنب بيتعمل بالريش، عارفه؟ بيتعمل بالريش وبيتعمل باللحمه الفيليه وبيتعمل بكذا حاجه. بس انا بفضله يبقى لوحده كده معلش. وبالمحمل موزه. لا ماشي. هتحطي بقى الكوارع؟ هنحط الكوارع. الكوارع بتتسلق هي الحاله طبعا دي مش هتكفي، بس انا هوريكم طريقه الرص ايه. الكوارع بتتسلق بورق لورا وحبهان وقرنفل ومستكة و ايه ده؟ اخطبوط؟ لا هي الكوارع هي كده. ايه الحاجات اللي فيها دي؟ هي كده. ودي بتتاكل؟ دي لا دي فيها حته عظم، ما عرفتش اخليها قوي، فهي دي فيها حته العظم الوحيده. بيعملوا حاجات غريبه طبعا. كوارع الكوارع احنا اللي عاملينها. الله حد يقول له حاجه بقى. هو احنا اللي عاملينها. وريني بقى ورق العنب اهو. على انهي ناحيه بقى؟ في ناحيه خشنه اللي هي فيها العروق الزهره دي، والناحيه الثانيه ناعمه وبتلمع اهي. فاحنا هنخلي الناحيه اللي بتلمع على ايدينا، والناحيه الخشنه هي اللي على الوش اللي هنحط فيها الرز. فاحنا هنحط شريف زمان في اول حلقه عملتها قال لي بحبه مقلبص. انا ما بحبش ورق العنب الرفيع اللي عامل زي السجاير ده. قال لي بحبه مقلبص. بحب يبقى مليان كده
فاحنا هنعمله مكلبس بناء على طلب شريف. يعني ورقه العنب دي صغننه بس انا حاطه فيها رز شويه كتير. مش حاطه لحمه مفرومه؟ لا والله في كوارع بقى وفتره. ماشي صح. وليه بس هتلفيه ازاي؟ اوكي ماشي. ده المكلبس اللي انا عن نفسي ما بفضلوش. هوريكم اللي انا بعمله بقى، مع ان الورقه دي اكبر بس هنعملها صغننه على ذوقي انا. هوريكم الفرق بين الاثنين. بنحط الرز في النص وبعد كده بنقفل الطرفين دول. انا بلف على ايدي، اللي بيلف على الطبق هيبقى بنفس الطريقه بس هيحط الورقه على الطبق بدل ما تحط على الايد. والجنب ده والجنب ده ونسنده كده وبعد كده نلف تاني. واحنا بنلف هنبقى دايسين على الرز اللي احنا حطيناه. دي فاضيه دي ما فيهاش حاجه. دي انا باكل بيمفش. ده اكني باكل ورق عنب من غير حشو. لازم يبقى مليان رز وحاجات. بينفش. ما هو برده بينفش برده قليل. امليه شويه. امليه كمان. ده اساسا بالنسبه لي دي صغيره. دي كبيره. دي قصدي صغيره. انا عايزها. انا لك واحده بقى تستحمل الحشوه اللي انت عايزها دي. ناخد واحده كبيره شويه اهي عشان نحس بال 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 اسمه ايه ده اهي. دي يا جماعه للشيف. امليها بقى لغايه ما اقول لك كفايه. حاضر. بس هتبقى تخينه قوي. انا عايز كده ولسه هتتخن تاني بعد ما تستوي. مش مهم. حطي كمان تاني؟ شويه. ورينا بقى. يلا لفيها بقى. انا مش مسؤوله عن الصباع ده. مش مشكله. ماليش دعوه بيه. برده نفس الطريقه هنا من تحت وبعد كده هناخد الجنب ده. وبعدين الجنب ده. ايوه. هو اول يعني بالنسبه لاول مره يلف هيبقى صعب عليه في الاول، بعد كده هتلاقيك بتعمله كده وانت باصص في اي حته تاني مش تبقى يعني ايه هيبقى سهل. هي دي الصح. لا هو ده دي تاكل في حاجه. طب بص الفرق حتى ممكن تتاكل ساقعه. لا ما مش بالشكل ما بالطعم. ما ده بينفش. لا 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 هو دي الصح. وممكن تاكل على فكره في اكبر من كده كمان. لا 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 لا. وبعدين ده بتاع البوفيهات والحفلات اللي بيبقى شكله شيك كده في التقديم الزغام. يعني مش شيك؟ لا انت شيك طبعا. جات تغلط فيها في الشارع. لا وانا اقدر. اهو انا عملت لك واحد بقى. انا هكمل. بعدين انا بشوف ان ورق عنب دايما ما تعملش في العزايم ولا في الحفلات. ده صنف عليه اقبال جدا في الحاجات دي. وانا عكس الناس تعرف. وبتعمل باللحمه. انا لو مش حاطه معايا كوارع او لحمه بعمله بلحمه مفرومه. انت هتقعدي بقى تحشي كل ده ولا ايه؟ لا انا بس بوري ان ده اخر واحد. طيب لو مش عايز اكل ورق عنب ولا ايه؟ لا هياكل. هنرصه بقى ازاي؟ هنرصه بقى ازاي؟ مع الكوارع دي. هنرصه بالطول كده. يعني بصوا هي انا ضايعه. مش عارف ملوش مكان هيتحط فين؟ هنرص جنب بعض كده. انا هنا عامله شويه اهو. طبعا ده استحاله هيتقلب عادل. طب انا هعمله في البيت. انا عاملاه وهوريك الصوره بعد ما انا ماليش دعوه. انا ليا اللي انا شفته بعيني. عاملاه في الطاجن. صوره ايه؟ انا مالي بالصوره. طب والحلقه اللي عملتها معاك قبل كده؟ لا ما انا مش فاكرها. وكلت منها وعجبك؟ كانت اول حلقه كنا هناك. طب بقول لك ايه بعد كده حتى الرص كده واعمليه بقى في النص. هيبقى ممكن إيه؟ بقى في اقتراحين. يا اما نكمل خالص نفس الرص ده يعني على نفس كده دوائر دوائر. لا ما ينفعش. لا بيتعمل. ماشي وبعدين؟ مش مصدقني. ماشي. يا اما هنخلي الحرف بس هو اللي واقف كده وبعد كده هنعمل بقى طول وعرض. يعني طول والطبقه اللي فوقيها تبقى عرض. زي الباركيه. بامبو مش باركيه. طيب خلاص كده. وهنعمل ايه بقى؟ هنسقيه. هقول لكم بقى الخلطه اللي احنا بنحطها على الوش. بس اغسل ايدي. تعالي. هتسقيه ايه؟ هسقيه مرقه الكوارع. تعالي بس ثانية واحدة كده عشان مش هتعرفي معلش المية مقطوعة في الشارع عندنا. ماشي. بيصلحوها. بس كفاية كفاية. يلا. ما ضربت. مرقة الكوارع أو مرقة اللحمة على حسب اللي احنا عاملينه بيها. بس احنا النهاردة عاملين كوارع. هتحطي على ده بالمنظر ده كده؟ لا. أمال إيه هتحطي مرقة؟ هوري الناس الخلطة إيه لأن هي مش مرقة بس مش هسقيه. الحلة دي مش هينفع أسقيها صغيرة. مش فاهم. ماشي. هحطهم بس البولة عشان يبقى باين. انا هنا سخنه مرقه الكوارع لان طبعا مرقه الكوارع معروفه ان هي لما بتقعد فيها جيلاتين فبتمسك قوي بتبقى عامله زي الجيلي كده. مش هحط ليها بس مؤقتا. ادي المرقه. اجيب معلقه. دي صلصه. وممكن احط عليه دبس الرمان بس انا النهارده ده ليمون. ليمون. ما تقوليش ايه دبس الرمان. صلصه بقول ممكن نحط عليه بدل ايه؟ بدل البن. لان الاثنين مش هيمشوا مع بعض. ماشي. ليمون وصلصه وشويه ملح وفلفل وممكن نحط هنا نعناع ناشف بس احنا حاطين. لا 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 بقى ايه ده؟ احنا بناكل نعناع ولا بناكل ورق عنب؟ هقول اهو. هقول احنا حاطين في الخلطه وما نحطش.
طب في ناس بتحب طعم النعناع في الاكل، اللي بيحبوه يحطه عادي. طب ده بقى بتخليها تغطي قد ايه من الحله؟ المحشي العادي 3 ارباع، انما ورق العنب الوحيد اللي لازم يتغطى ويبقى فوقيه كده سنتي. ونروح حاطين طبق، وتحط طبق عشان يمسك، ونقفل ونغلي غلوه واحده على نار عاليه، وبعد كده نوطي عليه خالص ونسيبه لحد ما يتشرب. كام ساعه؟ ساعه الا ربع. ماشي، او 40 دقيقه بالظبط. خلصتي؟ بس كده خلاص. طيب لسه سلطه الزبادي، يلا قول لنا مقادير سلطه الزبادي. هنقل دوره سلطة الزبادي بالجزر. يلا مقادير يا اولاد. شكرا. اتفضل. 2 كوبايات زبادي، ثمر الجزر مبشوره، 2 ثمره خيار كبيره مبشوره ومعصوره، نص معلقه صغيره ثوم مفروم، معلقه صغيره نعناع ناشف، عصير ليمونه، ملح وزيت زيتون. تمام تمام. اتفضل. هنعمل ايه الاول؟ هناخد، تعالي تعالي جبت لك الحاجات كلها، انت لسه رايحه هناك. كويس كويس كويس. ساعد شيف شوتر. اتفق يا زلمه، مش طايقاني. لا برضه الجزر اهو. الاختلاف النهارده الجزر، فاحنا هنعمله ايه عشان ما يبقاش مقرمش قوي، لان قوامه غير قوام الخيار. هنحط عليه شويه ملح وفلفل، فلفل رشه صغنونه خالص، وهنحط عليه الثوم والليمون ونسيبه يدبل شويه خلاويص، وهنقلبهم كده ونسيبه ايه يدبل شويه. يدبل ليه؟ يدبل عشان هو قوامه غير قوام الخيار، فهتلاقيه بيقرش قوي لما يدبل، هيبقوا الاثنين زي بعض. فاحنا حطينا له ملح والثوم والليمون عشان يدبل شويه، يعني هنسيبه تقريبا بتاع 10 دقائق كده. ماشي. احنا هنعتبر ان هو هنا دبل، فهنحط عليه بقى الخيار. حلوه الصلصه، وبعدين بتدي لون حلو قوي للجزر مع الخيار. وكل الاكل طبعا الاكل اللي فيه الوان كتير تعرف ان فيه فوائد كتير. دي كوبايتين زبادي مش علبتين، كوبايتين اللي هي كوبايه المعيار مش علبتين، مش العلبه اللي بنشتريها دي، كوبايتين. يعني انا عاير مثلا العلبتين بيعملوا مقدار كوبايه، يعني 4 علب. وده النعناع، نعناع ناشف او فريش. وعصير بتحطي؟ حطيت عصير ليمون وزيت زيتون طبعا. حطيتي؟ لا اما اخلص خالص. هنقلب. نسمع اغنيه وناخد فاصله. نجيب زيت الزيتون، نحط حبه هنا ونحط حبه على الوش بعد التقديم. خلصتي؟ خلصت. هنعمل ايه دلوقتي؟ بس هنقدمه خلاص، هنعمل مهلبيات الكراميل بعد ما نخلص الفصل. وهنغني لسه، هنغني نرقص ونتدلع شويه. ماشي. وبعد كده نعمل يا اولاد مزازيك. ايه يا حبيبي؟ عايز اسمع لما يجيبوا سيرتك. يلا بينا. يلا يلا نسمع لما يجيبوا سيرتك الاستاذ الست لطيفه، وبعد كده ناخد فصل بعد الفصل نرجع نعمل ايه؟ مهلبيات كراميل. مهلبيات الكراميل. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. أربعة شارع شريف. الله، هنعمل لكم صنف حلويات بقى، واميره النهارده هتعمل لنا مهلبيه. ما كنتش بعرف انطقها زمان. ليه كنت بتقولها ايه؟ مهلبيه. حلو، احنا هنفهم. لا كان في حاجات كتيره بنطقها غلط وبقيت انطقها صح. كويس الحمد لله. يعني مثلا كنت اقول عن مخده مخده. والفانيلا. مين؟ فانيلا. لا كنت دي بعرف اقولها، فانيلا. هي فانيلا ولا فانيلا؟ لا فانيلا. فلانيل. معرفش بقى هي فلانيل. لا مش عارف، انا ما بقولهاش اصلا. طب وكوتشينا؟ كوتشينا. كوتشينا، انا اقولها كوتشينا. برطمان ولا برطمان؟ برطمان. برطمان. لا هو بيتكتب ارنب ولا ايه؟ ارنب انور في منورنا. ايه يا اوروبا قلت ايه؟ اوروبا لسه لغايه دلوقتي بتقول حاجات دي. لسه ما بتعرفش انت الكلام؟ هي حتى المهلبيه لسه مسميها مهبلضيه. انا اولادي كانوا بيقولوا برضو الكلام متلخبط كده. كنت بقول على اللانش والكاويتش. ليه اشمعنى؟ مش عارف، اي دونت نو، انا واخويا. طب قول لنا بقى مقادير المهبلبيه. هنقول مقادير المهبلبيه على راي شريف. كوبايه سكر، لتر لبن، 3 معالق كبار نشا، 2 عبوه كريمه خفق بودره اللي هو كريم شانتيه العادي، للتزيين كريمه مخفوقه وسكر محروق. اوكي؟ سكر محروق؟ اللي هو ده. ده كراميل. لا ده مش كراميل، ده سكر بس محروق. كروكون. الكروكان بيبقى عليه مكسرات، بس ممكن يبقى من غير مكسرات. نمشي. ماشي. المهم ان انت تعترض وخلاص. لازم. الله، مش انا جاي هنا اقرفك. انا عارفه انا هنا حرقت السكر. تصعب عليا. يا ريت يا ريت اصعب عليك. السكر بياخد الدرجه دي بس كده، وبعد كده هنحط عليه اللبن وهنسيبه لحد السكر ما يدوب. ماشي. انا طبعا
عشان ما يحصلش فيها زي ما حصل المره اللي فاتت فار في وشك. استنصحت وعملت هنا نسخه اللي هو يعني نفس الوصفه بنفس المقدار سكر محروق عليه اللبن وسيبته يغلي. ماشي هحط بقى هنا ده نشا وده دقيق وهنجيب شويه ميه هحط الميه مش كتير يعني تقريبا نص كوبايه كده وهحط النشا اوكي وهحط الدقيق اوكي انا جايبه بالزياده هنا مش ده المقدار وهنقلب لحد ما حطيتي قد ايه وقد ايه اوف معلش 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 عادي معلقتين ومعلقتين معلقتين نشا كده يعني معلقتين نشا ومعلقتين دقيق ماشي اوكي حلو هو انت اللي رسمه المريله دي ولا هي كده ولا لا هي كده بس حلوه انا اللي عاملاها ماما انت قلتيها وبالنسبه للجزمه اللي انت لابساها نفس الرسومات لا اوكي بس لاقينا على بعض طيب حطيتي معلقتين نشا ومعلقتين دقيق ومعلقتين دقيق وقد ايه ميه ونص كوبايه تقريبا وده ايه بقى احط الكريم شانتيه هنا كريم شانتيه على ايه على السكر محروق واللبن سكر محروق ولبن بس زي ما انا عملت هنا بس الفرق هنا ان انا استنيت لحد السكر ما داب عشان كده بقى لونه كده ماشي بقى لونه كراميل اهو تمام هنا بقى اتاكد ان هو اندمج خالص وانا ليه عملته هنا بره لان اللبن بيغلي فما ينفعش احط فيه النشا ودي هيكلكع على طول فانا هعمل كده انزل بايد واضرب بايد التانية وهفضل اضرب اضرب طبعا هيتقفل بسرعه عشان اللبن سخن اوكي فهقلب اهو هو تقل خلاص كده معلش الحاجه دي مش عارفه اكمل اشيلهم وارجع ثانيه ابيض قد ايه تقلب خلاص تقل هتحطيه بقى في القوالب وتدخليه الثلاجه في القوالب وادخله الثلاجه وبعد ما يطلع وطبعا مش هينفع اتزوقه وهو سخن بعد ما يطلع احط عليه كريم شانتيه زي اللي ما انت عامله ده زي ما انا عامله كده السكر المحروق ده بقى عملته ازاي السكر هنا قبل ما نحط عليه لبن هو هو بس هنوقف جنبه بقى ونطول بالنا شويه كده لحد ما يبقى سايل وهنحط اللي هو المفرش السيليكون ده ونعمل اي اشكال كده باي حاجه ونسيبه لحد ما ينشف هتلاقيه بقى زي ده بالظبط اوكي ده بقى الايس كريم حلو قوي كمان الايس كريم بشكرك يا امير